حد أكنومي يعني معناها المسيح أكنوم واحد، هو أكنوم الابن، أخذ من العذراء مريم طبيعتنا البشرية واتحد بها وهو مازال أكنوم واحد، ما بقاش أكنومين. يعني كلمة أكنوم قريبة من كلمة شخص. فلو إن شخص اللوغوس جاي وأخذ من العذراء شخص إنسان، هيبقى كأنهم أكنومين. يبقى هنا في انفصال بين اللاهوت والناسوت، وده التفسير اللي قاله نسطور والكنيسة رفضته، إنه شخصين. لكن هو اللي حصل إن شخص اللوغوس دخل أحشاء العذراء الطاهرة، أخذ من لحمها ومن دمها، عمل لنفسه ناسوت كان أوريدي متحد به. سمينا الاتحاد ده اتحاد طبيعي واتحاد أقنومي، علشان يتولد منها أقنوم واحد، شخص واحد، هو ربنا يسوع المسيح. تمام سيد. طيب هل آدم وحواء كانوا على علم بقصة سقوط الملاك؟ لو بعد كده بقى الشيطان ولا قد يكون، أنا مش عارف طبعا، ما يقدرش نحكم. لكن اللي نقدر نعرفه أن آدم خلق في ملء الحكمة، وإن كان حسب تعبير الآباء خلق كاملا ومدعو للنمو في الكمال، لأن فيش حد كامل بدون نمو غير الله وحده طبعا.